السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم بسام، واليوم جايب لكم فيديو لثاني زعيم في اللعبه واجهته انا، اسمه ذا بروسور. هذا الزعيم جدا ذكي وحركته سريعه وشاطر صراحه يعني وقوي. فعندي لكم كم نصيحه سهلت علي الفايت وخلتني افوز. ايش ما كان نوع سلاحك، انا انصحك تاخذ المسحه لتزود مسحه سحر. زي ما شفتنا انا حطيتها في اول الفايت، سويت لي دمج جدا رائع. هذه اول نصيحه. النصيحه الثانيه يا شباب، دائما 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 حاولوا انكم تخلوا على يعني تكون على جنبه اليمين، تدوروا على اليمين على يمينه. ضرباته تقريبا كلها يمديكم تتفادونها اذا انت تدور على اليمين، بس انت من بعض الضربات اللي ممكن يسوي لك ستاجر. واسهل طريقه حاول انه تسيب مسافه بينك وبينه، وهو بيجيك مطير وبيضرب ضربة واحدة، بعدين تعطيك فرصة انك تسوي ضربتين. اذا كنت قريب منه ممكن يضربك ثلاثة ضربات. فعنده ذي الضربة لو زبطت ممكن يسوي لك كيرس، وما ادري ايش فائدة الكيرس في ذي اللعبة، بس حتشوفونه بعد شوي. انا سوالي كيرس. دائما خلوكم على جنب اليمين، حطوا سحر على سلاحكم، جيبوا معاكم المتفجرات اللي انتوا لقطوها من المنطقة. في متفجرات انا لقطتها وانواع كثيره، يعني نوعين في حقه الماجيك. هذه الضربه اللي اقول لكم عليها، انتبهوا من ضربه اللي يسوي داش على قدام. شوفوا سوالي كيرس، ما ادري ايش فائدتها، بس شكله قوي لما سوالي كيرس لانه طلع الدخان هذا الاسود منه. هذا يعني حسيت انه صار اقوى. ولا تهيلون قدامه، يعني لا اقول لكم فرصه مناسبه عشان تهيلون، وارموا القنابل في الوقت الصح، يعني بعد ما تشوفونه خلص الضربات حقته ارموا قنابلكم ووروا شغله. دائما لا تكون عجول على الضرب لانه هو اسرع منك واقوى منك، وممكن يسوي لك ضربتين ورا بعض ويسحب عليك الاستمرار زي ما انتم شايفين. فانا عرفت انه ضربته يجيني طاير ويضرب يضرب مره واحده، لكن اذا كنت قريب منه بيضرب ثلاث مرات. فزي ما انتم شايفين تقريبا جبته في هذا الفايت. دائما بحاول ان يكون بينه وبين مساحه مسافه كبيره، مسافه كويسه، عشان الاقي فرصه وارمي قنابل زي كذا. هذه برضه القنبله النوع الثاني اللي قاعد استخدمها ضده، لانه انا مت عنده ثلاث مرات، استخدمت تقريبا الهيلينج حقوني، ما شربت الا مره واحده الاسس فلاسك وفزت عليه في ذا الفايت. ف زي ما قلت لكم يا شباب، تعالوا جيبوا معاكم مسحه قنابل وعلاج، ولا تعالجون في وجهه، عالجوا في الوقت المناسب. واهم اهم نقطه، دوروا على جنبه اليمين، دوروا على جنبه اليمين زي كذا. شفتوا تفاديتها ما صقعت فيني، دوروا على جنبه اليمين. هذا كل عندي يا شباب. لما تهزمونه يعطوكم 17، يعطيك 17000 وبيعطيك روحه وبيعطيك خاتم رينج اوف بليدز. رينج اوف بليدز يزود لك الاتاك، فيا يزود لك قوه الاتاك حقتك. فيا هذا كل اللي عندي يا شباب، اتمنى هذا الفيديو استفدتوا منه. ككل يعني انصحكم انه تجون معاكم مسحات قنابل من اللي لقطوها، استعملوها في ذا الفايت، سهلت علي انا هذا الفايت. ودائما دور على جنب اليمين، غالبا ضرباته ما راح تسقع فيك لانك تدور، لانه هو يضرب بيده اليمين وانت تجيله من جنبه اليسار، يعني من يمينك انت، فما بيجيك دمج، فيمديك تسوي له تضرب ضربه او ضربتين، وبالذات اذا انت حاط على سلاحك سحر يفيدك بشكل اكبر. يا هذا كل عندي شباب، اتمنى هذا الفيديو عجبكم، وان شاء الله تعالى نشوفكم في فيديو ثاني من فيديوهات دارك سولز 2. كان معكم اخوكم بسام، وفي امان الله.